Donc, le premier sujet, le hadith de Bab el-Wad. Awalan, je soutiens à 1000% le policier. Pour être clair. Donc, je vais m'expliquer. Je vais vous dire des lives fatou. Billy. هاد لي بوند اورغانيزي لي غونغ نتاع الحومات الدوله اللي تشجع فيهم والدوله اللي تفتح لهم في المجال. قلنا لكم باللي الترافيك نتاع الكاشيات الدوله اللي تخدم فيه سي دي زاباراتشيك تاع السيستم اللي يخدموا في الكاشيات ويبيعوا فيهم لي جون. قلنا لكم باللي الشهاده هو خطه ممنهجه قلناها لكم بكري قبل ما ينطقوا الحمير اللي ينهقوا ويعاودوا الهضره تاعنا. ماذا بكم تعاودوا توليوا اونارير باسكو دركا اي واحد يعاود هضره قلتها نسبو ونطيح له سيرتو من الحمير اللي غلطوا الشعب مثال زيطوط واتباعه والاخرين. دونك البوليسي هذا الحادثه اللي صارت معاه ماشي راح تكون حادثه معزوله راحين تشوفوا حوادث زيها بزاف. تدفق الأسلحة في أوروبا عند عصابات المخدرات وعصابات لا كونتربوند نتاع لا سيجارات. ما كانش غير المخدرات في أوروبا كاين لا كونتربوند دو سيجارات سي دي كاميون يجيو من لي بيي دلاست يروحو حتى لانجليز. المهم لي ديفيرون ترافيك اللي كاينين. تدفق الأسلحة جاء من قضية يوغوسلافيا القديمة حرب الكوسوفو والبوسنة والهرزيغوفين اكسترا اكسترا اكسترا. تدفق السلاح على أوروبا. احنا رانا في نفس الوضعية يعني حسب الشيء اللي صاير في ليبيا اللي فيها كميات مهولة من الأسلحة حسب الشيء اللي قاعد يدخل من التشاد حسب الشيء اللي قاعد يجي من الصومالي دركا ومع حرب الاثيوبي بيان سور النيجر والمالي كومباني لا موريتاني بيان سور جارنا المغرب تاني والإمدادات نتاعو للجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة اللي خلق أزمة في الحدود الجزائرية. دونك السلاح راح يتدفق وراح نلحقو حنا تاني أنه البندية في الجزائر من اللي راهم بالسيوفة وليو بالسلاح وراح ينتشهدو اليامات الجايين. يعني الإجرام راح يزيد يصعد وراح يطلع. دونك أنا البوليسي هذا جو لو سوتيان. الشباب هادو حقيقة يعتبروا دي فيكتيم تاع النظام، النظام اللي خلق هاد لي مونستر. بصح الله غالب إلي طرو طار دركا باش هادو يترباو ولا يتريكوبيرو. يفو لي روتيري دو لا ناتور. دونك لو بوليسي هادا إلا مون سوتيان انديفيكتيبل. لا فيرمين اللي قاعدة يخلق فيها النظام باش تكون اليد الضاغطه الاجراميه على الشعب الجزائري ما عندي حتى رحمه اونفيرال لا شفقه. اللي يبيعوا في الغبره وفي البيضاء ما عندي حتى رحمه اونفيرو ما عندي حتى رحمه. لي روتيري دو لا ناتور سا سي روندر سيرفيس على ناتور. حوسوا عليه لو تيرم هذا نهار تفهموا عندكم 100 فرنك. Il faut les retirer de la nature complètement. Donc le policier Hada, il a tout mon soutien. J'espère qu'il n'aura pas de sanction, qu'il aura une promotion et qu'on le mette à la tête d'une brigade spéciale de répression du banditisme de quartier et de rue. Ce qu'on appelle une brigade anti-gang. Parce que les gangs, ils ont fait le terreau, c'est le vrai crime organisé. Il y a une personne pendant le live. Allemagne. Donc, l'histoire du policier de Bab el-Wad, elle va se répéter. L'histoire de Jaya Machi, policier, c'est un homme, un homme, un homme normal, il est un homme qui est sorti de 4-5 personnes de l'autre. Normal. Ou là, il est un jeune mahgour dans le Houma, il a une bombe artisanale pour lui faire un café. Il faut s'attendre à ça. C'est un homme qui a fait le... كما نقولوا احنا الاعراض المرضيه المجتمعاتيه لما يعود النظام يحوس يشجع نوع جديد من الارهاب اللي هو الارهاب الاجرامي
ماشي ارهاب تاع بولحية ولا ايديولوجي، لكن ارهاب تاع مصالح اجراميه عاده ما تكون متعلقه بالمخدرات، بالضاره المخدرات وتجاره الاسلحه. نهضر بالعربيه باش يفهموني الناس الكل. دونك الموضوع هذا مفروغ منه.